السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختبارات الزيت المحول، اختبار قوة عزل الزيت، واختبار الغازات الزائبة. وظيفة الزيت هي عزل الملفات عن بعضها وعن التانك وتبريد جسم المحول. ونتيجة لمرور الزيت بزعانف في التبريد وحدوث تمدد وانكماش للزيت مع تغير الحمل، ربما ذلك يؤدي لامتصاص أجزاء من الرطوبة نتيجة وجود تهريبات في الجاسكت الجوانات أو مشاكل في السيليكا جيل أثناء تمدد الزيت وانكماشه، فضلا عن حمل الزيت لبقايا من الكربون والترسيبات المعدنية. لذا كان من الضروري التأكيد على قوة عزل الزيت باختبار قوة العزل مرة سنويا على الأقل، ويتم ذلك بأخذ عينة من زيت المحول. لأخذ عينة لاختبار زيت المحول نستخدم سرنجة المزودة بسموم، ولأخذ عينة لاختبار قوة عزل الزيت نستخدم زجاجة الاختبار المخصصة وهي معتمة حتى لا يحدث تفاعل ضوئي مع الزيت، حيث تغسل قبل الاستخدام بالأسيتون. كيفية أخذ العينة لاختبار غازات المحول: يفتح بلف العينة لتوفير بعض الزيت الموجود في الصمام، نضع بلف العينة المساعد ونفتح بلف السرنجة. دلوقتي لو فتحنا بلف العينة سيندفع الزيت قوة الهيد أو الستاتيك بريشر الموجود في التانك، ثم نغلق بلف العينة وبلف السرنجة. ولأخذ عينة لاختبار قوة عزل الزيت نركب هنا خرطوم مطاط ونضع في الزجاجة السابقة بحيث تلامس قاعدة الزجاجة فلا يتكون بقايا هوائية. لابد عند أخذ العينة تجنب أخذها عند سقوط المطر أو عند هبوب الرياح أو لا تجاوزت الرطوبة 50%، ويفضل أخذها عند ثبات الحمل والحرارة. هنا يتبادر سؤال للذهن: هل الزيت الجديد سينجح لو عملنا اختبار ليه؟ ده بيعتمد على كفاءة تخزين الزيت. في الأجواء الحارة يتعرض الزيت لحرارة الجو، فيزداد الضغط داخل البراميل الحوية للزيت عند تعرضها للشمس، ومع انخفاض الحرارة ينكمش الزيت. تتابع التدفين والتبريد يؤدي لتلف موانع التسريب الموجودة في البراميل، مما يؤدي لدخول الرطوبة ويقلل خصائص العزل. لاختبار قوة العزل أستخدم جهاز ميجر أو تي إس. مكونات الجهاز الأساسية هي التست فيسل، كيباد، والبرنتر. أول حاجة برفع التست فيسل من الجهاز. يفضل أن يترك التست فيسل وعاء الاختبار نظيفا ومحفوظا في مكان جاف بعد رفعه. لو نظرنا مكانه هنجد ثلاثة أطراف، طرفين لتوصيل الجهد العالي والطرف الثالث هو حساس الحرارة. حتى تكون النتائج مقبولة وجيدة يجب أن نحافظ على الحرارة طبعا للمصفى اللي بنستخدمها. هنا بنستخدم المصفى بتاعتنا IEC، فالحرارة المحيطة لابد أن تكون في حدود 15 لـ25، ولو كنت بستخدم المصفى ASTM لابد أن تكون الحرارة المحيطة من 20 لـ30 درجة مئوية. بعد كده بغير الإلكترودات. طبعا احنا قلنا لو المصفى بتاعتنا IEC هتبقى الإلكترودات هنا على هيئة مشروم، ولو كانت المصفى ASTM هضعها على هيئة سلندريكال اسطوانية. بعد كده بنضف وعاء الاختبار بقماشة خالية من الفتل، ولا يصح استخدام ورق الحمام لأنه بيترك بقايا تحتفظ بالرطوبة داخلها، ولا يصح لمس الإلكترودات باليد. بعد كده بسكب كمية من زيت العينة لعمل غسيل لوعاء الاختبار، وبشطفه جيدا بالزيت. بعد كده بظبط بعد الثغرة الهوائية ما بين الإلكترودات جاب أدجستنج. أستخدم كارت مورد مع المورد حيث يعطينا كروت مكتوب عليها أبعاد أظبطها، فأحرك عجلة التحريك اللي بتظهر هنا بالإبهام. بعد كده أضع الكارت ما بين الإلكترودات وأحرك العجلة بالإبهام حتى يغلق على الكارت، بس الغلق يكون خفيف، ولو ظهر معدن الألمونيوم على الكارت نستبعد هذا. بعد كده أغلق عجلة التحريك بتحريك الذراع هنا وهنا. بالطريقة دي الإلكترودات متحركش لأن التغيير بالملي بيؤثر في دقة الاختبار. بعد كده أملى وعاء الاختبار بالزيت حتى 400 ملي لتر. هنا النصائح سريعة: أملاه حتى 400 ملي متر، ما أزودش عن المقياس، ما حدث طرطشة، واستخدم التقليب بحرص. هنا التقليب لو كانت تابع المصفى ASTM، التقليب إجباري في حالة المصفى ASTM، ودي مراوح التقليب. هنا الكيباد لو دخلنا على أول صفحة هنلاقي أول حاجة نوع المصفى ASTM ولا IEC، بعد كده رقم الاختبار، بعد كده نوع الزيت معدني، الثغرة الإلكترود مشروم ولا سلندريكال، استيرر موجود ولا لأ.
بعد كده بظبط التاريخ والوقت ووحدات بتاعتي متريك ولا امبريال. بعد كده في عندي كلين الالكترود وفي عندي في سي ام كاليبريشن تشيك. لعمل كاليبريشن تشيك بملى التست فيسل بزيت غير صالح عشان اشوف الانهيار عندي كام، واضطريت اعاير الجهاز. في بعد كده الكترود كلين، لو كان الجهاز متروك لفترة طويلة بملى التست فيسل بزيت وبرفع الجهد واستخدم الالكترود كلين فيرتفع الجهد حتى 24 كيلو فولت. ذلك عمل تهيئة للجهاز قبل التشغيل. ممكن نشوف اللي احنا عملناه. اول حاجة بحدد نوع الزيت، وهنا الثغرة الهوائية 2.5 مللي، واشوف الاسترر. انا مش بستخدم استرر، هنا بيقول لي لازم اقفل غطا الجهاز قبل عمل التست. في المصفى اي اي سي بيترك الزيت 5 دقايق حتى تبقى متخلص من الفقاعة الموجودة في الزيت. بعد كده بضغط على التست فيعمل التست على 6 خطوات، من كل خطوة والتانية دقيقتين، بيستنى 5 دقايق حتى يتخلص من الفقاعة الموجودة في الزيت. بعد كده بيبدأ أول خطوة، 1 من 6 خطوات، من كل خطوة وخطوة 2 دقيقة، الخطوة 5 من 6. وبعد كده بدور على المين اللي هي المتوسط الحسابي للاختبار، وعدد المرات على عدد الحدود بتطلع لي 50 كيلو فولت. لو كانت نتيجة الاختبار، نشوف نتيجة الاختبار حسب الليمت المسموح بيها. لو كان ريتج المحول ما بين 220 و 500 كيلو فولت، لو النتيجة طلع أكتر من 60 كيلو فولت تبقى كويسة جدا، لو ما بين 50 ل 60 يبقى عايزة رعاية. بس بعمل مزيد من الاختبارات acidity وبكرر الزيت. لو كانت أقل من 50 كيلو فولت بضطر أكرر الزيت كذا مرة، وهكذا بالنسبة لو كان المحول مقننه 66 كيلو فولت. لو أكبر من 40 كيلو فولت يبقى كويسة جدا، ما بين 40 و 30 يبقى عايز رعاية وأعمل اختبارات متتابعة. لو أقل من 30 كيلو فولت لازم أعمل تكرير الزيت. أسجل نتيجة كل اختبار عشان تبقى ترند ليا وألاحظ تدرج قوة عزل الزيت عبر السنوات. بعد كده اختبار ديسولفيد جاز أناليسيس. زيت المحول بالنسبة للمحول كالدم بالنسبة للإنسان، حيث بمروره على أجزاء المحول يحمل بآثار تدل على كل جزء، فنكشف بذلك عن العيوب الحرارية بزيادة محتوى الغازات في العينة. فبزيادة معدل الغازات فيزداد معدل الغازات بارتفاع درجة الحرارة. الحرارة العالية لو كانت تعرض لها المحول هتحلل السليلوز حيث تظهر تركيزات عالية من الـ CO والـ CO2. لو ارتفعت حرارة الزيت أكتر من اللازم سيتكون الميثان والإيثان والإستيلين. لو كان في كورونا هيكشف عنها بالهيدروجين المرتفع. وجود الكورونا هي دليل على حدوث تفريغ جزئي partial discharge. حدوث قوس كهربي هي أخطر حاجة في المحولات ويشار ليها بمستويات عالية من الإستيلين. هنا في جدول ممكن نقارن محتوى الغازات اللي طالع، الحد الأقصى والحد الطبيعي لكل مكون. أكتر حاجة بالنسبة لنا خطيرة هي وجود أركينج اللي هي حدوث الإستيلين وحدوث الكورونا. في اختبار كنا بنعمله زمان مش محتاج أي حاجة، إن لو المحول شاكين فيه إن فيه مشكلة بنفصله، بعد ما نفصله نعزله تماما ونحط الأراضي عليه، بعد كده نفتح فنت البخلص ونقرب شعلة. لو اشتعل بلهيب قوي ده دليل على وجود الاستيلين اللي يستدعي إجراء اختبارات كبيرة على المحول. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.